بناوي يعني انتم تخرجوا للميدان عند الفلاحين، وحنا عندنا ركن ارشادات فلاحيه يمدوا نصائح وارشاد للفلاحين، انت واش تقول لنا على هذا الركن؟ فيما يخص الارشادات او اهميه الارشادات حتى اللي تتناسب مع المرحله اللي رانا فيها، نعم، اني نقول للاخوه المهنيين خاصة منتج الحبوب، ونحن في مرحلة يعني جد حساسة وجد مهمة فيما يخص إنتاج الحبوب، نوجه لهم نداء باش ياخذوا بعين الاعتبار كل العناصر اللي تدخل في الحفاظ على هذا لاسوموس، على هذا البذور، كذلك ياخذوا كل الاحتياطات من أجل المساهمة في إنجاح هذا الموسم. الفلاحين اللي عندهم مياه وعندهم مورد مياه وراهم مستعدين باش يعني يقوموا بعملية البذر، إنها يعني المرحلة المهمة والمرحلة يعني المناسبة من أجل القيام بعملية الحرث والبذر، والتعاونيات الفلاحية راهي تحت التصرف تاعهم، البذور موجودة، كذلك الأسمدة موجودة، ووزارة الفلاحة وحتى الدولة الجزائرية راهي موجودة باش ترافقون في هذا المجال. بالنسبة كذلك النصائح اللي نقدمها يعني أو إرشادات إن صح التعبير للمهنيين، خاصة المهنيين تاع ولاية العاصمة، حاليا لدينا حوالي يعني 450 هكتار من الخضروات تنتج تحت البيوت البلاستيكية. يعني الغرض تاعنا او الهدف تاعنا باذن الله انهم يتقربوا من الغرفه الفلاحيه من اجل يعني ارشادهم ويعني مرافقتهم من اجل الاستثمار في هذه التقنيات الحديثه اللي راح تسمح لهم باش يقوموا بعمليه الانتاج مضاعفه الى عده مرات المردود تاعهم وبتقنيات حديثه، وبالتالي المساهمه في انجاح تطوير القطاع الفلاحي على مستوى العاصمه، اعطاء تلك الصوره الجميله لولايه العاصمه، والمساهمه في انتاج كل الخضروات بشتى انواعها على تقريبا مدار السنه وباسعار جد تنافسيه وباسعار جد يعني منافسه ان شاء الله. احنا نشكر رئيس غرفه الفلاحيه لولايه الجزائر الاستاذ ابراهيم تشريبيه، وانتم راكم تعاونوا الفلاحين باش يديروا متعدده القبب، نعم، او ميتي شافان، نعم، كيفاش تعاونوهم، كيفاش ترشدوهم؟ الاعانه تاعنا سيدي الكريم، احنا كغرفه فلاحيه بدايه يعني المهمه الرئيسيه تاعنا التي تاتي بعد عمليه الاعتراف بصفه الفلاح هي المرافقة والإرشاد. لما نتكلم عن المرافقة يمكن هذه المرافقة تكون عبارة عن دورات تكوينية، يعني من أجل تحسيس ومن أجل تلقين هذا المهنيين في كيفية الإنتاج الفلاحي تحت البيوت المتعددة القبب، لأنها تحتاج إلى يعني يد عاملة يعني مؤهلة، تحتاج إلى بعض المسار التقني يعني معين مقارنة بالفلاحة يعني التقليدية والعادية. كذلك الدور تاعنا لا يقتصر على هذا، وإنما مرافقتهم من أجل تحقيق هذا المشروع، لأن المشروع هذا الدولة الجزائرية أو وزارة الفلاحة دايرة جهاز، دايرة ديسبوزيتيف دو سوتيان، والبنوك راهي تحت التصرف تاعهم. خير دليل على هذا هو حضور السيدة مديرة بنك الفلاحة والتنمية الريفية على مستوى ولاية الجزائر، وين أكدت الإخوة المهنيين أنه يعني حتى رئيس الجمهورية أزدى تعليمات في هذا الشأن باش يعاونوا ويرافقوا هذا المهنيين حتى نسبة 90%. وهذا شيء ماهوش يعني بسيط، يعني نعتبره انايا فرصه عظيمه للمهنيين اللي يحبوا يحتكوا بهذا المجال، يحبوا يطوروا ويركبوا موجه عصرنة المستثمرات تاعهم، يتقربوا من الغرفه الفلاحيه، راحين يلقاو المرافقه التقنيه من خلال التكوين والارشاد، راحين يلقاو المرافقه كذلك حتى على مستوى الادارات، كيفيه تكوين الملف، كيفيه وضع الملف حتى يتجسد هذا المشروع باذن الله، ونديروا يعني تحول في القطاع الفلاحي خاصة في إنتاج الخضروات من إنتاج تقليدي إلى إنتاج عصري، خاصة كما قلت في بداية المداخلة تاعي أنه شئنا ما بين مساحة الفلاحية على مستوى في العاصمة تبقى محدودة نوعا ما. نعم. نبقى في هذا النمط هذا، ما راناش رايحين نفرضوا الوجود تاعنا كقطاع فلاحي على مستوى العاصمة، ما راناش يمكننا باش نستجيبوا لمتطلبات إلى أكثر من 3 ملايين نسمة، والله يبارك والله يزيد، هذا بغض النظر على المسافرين، على الزوار، على الإدارة اللي راهم يحتكوا بالعاصمة. والأمر بسيط بالمقابل، هناك تقنيات، هناك يعني حداثة، هناك مرافقة من قبل وزارة الفلاحة، كل إمكانية تقريبا متاحة، يبقى الفلاح